جديدة وزن تحت 56 كيلوغرام. مايد الشحي يبدأ أولى نزالاته لهذا اليوم، أيضا يتواجد في القرعة عمر السويدي أمام اللاعب مايد الشحي أمام اللاعب فاروق فرهودي من تاجكستان. يبادر مايد إلى القتال الأرضي، هنا محاولة لمايد، ينهض مايد بشكل جميل جدا، نقطتان لمايد الشحي، حكم يوقف النزال. انتظار نزال سعيد الكبيسي، في حال فاز سيكون أول المتأهلين من الإمارات لنهائي وزن تحت 85 كيلو جرام. سويب من مايد، الشحي 11 مقابل لا شيء في وزن 56 كيلوغرام. نتمنى له كل التوفيق لهذا اليوم وأن يصل إلى نهائي وزن 56 مع زميله عمر السويدي. هنا محاولة لهذا النزال بالإخضاع، 4 نقاط تضاف إلى رصيده، 15 مقابل لا شيء، دقيقتان 25 ثانية، وقت كافي لمايد أن ينهي النزال بالإخضاع على اللاعب التاجكستاني. في حال فاز في هذا النزال سينتقل إلى دور الثمانية أمام اللاعب الكازاخستاني أدل نورلي بيكوف. نعم، مبروك لمايد الشحي، استطاع أن يخضع اللاعب التاجكستاني ويتأهل إلى دور الثمانية. نزالان ما قبل النصف النهائي لمايد الشحي. الآن مشاهدي الكرام على البساط رقم 5 سعيد الكبيسي، في حال فاز في هذا النزال سيتأهل إلى نصف نهائي اليوم. أتمنى له التوفيق لسعيد الكبيسي.